يستضيف جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 برنامج الزمالة لتمكين شبكة جديدة من القادة العالميين الشباب، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين أبرز رواد الأعمال الذين يتعاملون مع أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحا حول العالم. اهتمامها بقضية الأمن الغذائي وتداعيات تعطل سلاسل التوريد العالمية خاصة أثناء فترة جائحة كورونا شكل دافعاً قوياً لرائدة الأعمال شذا بن محسن. تشارك شذا زملائها فكرة مشروعها لتعزيز الابتكار في الزراعة المحلية الصحراوية الذي أنشأته من بين عدة مشاريع خلال رحلتها ضمن برنامج أمريكي مخصص للشباب في بلدها الجزائر، وأهلها إلى عضوية برنامج الزمالة للقادة الشباب الذي يستضيفه جناح الولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020. نحن لدينا حاضنة أعمال متخصصة في الأمور المتعلقة بالزراعة الصحراوية، وبالتالي الزراعة الصحراوية التي نطمح من خلالها، بدأنا في ورقلة في الجزائر، ومن هناك نطمح من خلالها إلى إدخال التقنيات الحديثة إلى الزراعة في الميدان الجزائري. 36 مشاركاً ينتمون إلى 19 دولة ومنطقة من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، تتقاطع دوافعهم في الرغبة بإحداث التغيير، ومن شأن برنامج الزمالة أن يصقل مهاراتهم القيادية ويوفر لهم الإمكانيات لمعالجة المشكلات. احنا بنشتغل على التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر، بنشتغل بقالنا 7 سنين، بنشتغل مع جهات حكوميه وشركات خاصه وقطاعات مختلفه. فكره وجودي في برنامج زي ده وان انا بقى عندي اكسس لناس كتير قوي مختلفين بثقافات مختلفه. لدينا منتج طاقه شمسيه اللي هو تبريد يعمل بشكل كامل على الطاقه الشمسيه. ويستمر برنامج الزمالة الممول بمنحة قيمتها 500 ألف دولار أمريكي لمدة 7 أشهر، وعند الانتهاء منه يصبح المشاركون جزءاً من شبكة خريجي برنامج التبادل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. يستمر برنامج الزمالة 7 أشهر بحضور شخصي وافتراضي للمشاركين، وعند الانتهاء من هذا البرنامج سيصبح هؤلاء القادة الشباب جزءا من شبكة خريجي برنامج التبادل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك سيتم دمجهم في أعمال مؤسسة Observer الأمريكية. ونتطلع للاستماع للقادة الشباب المجتمعين من مدن حول العالم، هم يتحدثون عن كيفية استخدامهم لهذه الشبكة لتحسين الحياة وللعمل في الأعمال الخاصة بهم وخلق أفكار جديدة للجميع بين الزملاء في المستقبل، ومن يدري ربما في جناح أمريكا في إكسبو أوساكا 2025 سيكون هناك برنامج آخر للرواد الشباب. بدهم يرجعوا لمجتمعاتهم يشتغلوا، وهيأثروا على حوالي 2000-2500 شخص كمان، وبالتالي 2000-2500 شخص هدول بيقدروا يأثروا على مجموعة أكبر، وبالتالي هيك بيكون الأثر إيجابي بيتكاثر، وهذا الهدف الرئيسي من هذا البرنامج، كيف أن احنا نخلق مجتمعات ونخلق قيادات قادرة أن هي تتعامل بمجتمعاتها. شبكة من القادة الشباب سيكونون وكلاء التغيير في بلدانهم وثروة من الفرص يمكن تسخيرها لدعم التنمية المستدامة في عالم مترابط، يقول القائمون على برنامج الزمالة. من هذه المنصة ستكون انطلاقة هؤلاء الشباب، وستكون تجاربهم عابرة للحدود للتعاطي مع أكثر القضايا والتحديات أهمية في الوقت الحاضر. مصطفى سكحال، الحرة، دبي.